كلاب وفئران مفخخة وأسلحة منحنية ودمى مظلية. قصتنا اليوم عن أسلحة غريبة استخدمت في الحرب العالمية الثانية، عندما سعت روسيا لاستعادة أجزاء من أراضيها المحتلة من الألمان. قاموا بتحويل الكلاب إلى ألغام مضادة للدبابات ومدربة على سحب فتيل التفجير، وعندها يقومون بتجويعهم بشدة وإطلاقهم نحو دبابات العدو بعد تثبيت قطع اللحم عليها سرا. أما بريطانيا فاستعانت بمثل هذه العملية بمئة جرذ نافق وحشوهم بالمتفجرات الصغيرة ووضعهم بين أكوام الفحم. وحينما يقوم الألمان بوضع الفحم والفئران في المحركات البخارية ستنفجر بهم. بالنسبة للألمان فقد صنعوا أداة كرومالاور، وهي بندقية ماسورة الإطلاق فيها منحنية لحل معضلة إطلاق النار أثناء الاحتماء. الأمريكيون ابتكروا حيلة ذكية استخدمها البريطانيون لجيش من 400 دمية من الجنود والدبابات يتم إسقاطهم مظليا، وذلك لتضليل الألمان وإبعادهم عن مناطق نورماندي وشمال فرنسا. أما بالنسبة لليابانيين يا سادة، فقد لجأوا إلى حيلة مشابهة لكن بمناطيد ورقية مفخخة لإطلاقها نحو أمريكا نفسها، حيث كل منطاد يبلغ قطره 10 أمتار ويحمل وزن نصف طن تقريبا ليطير مع تيار المحيط الهادئ. بالطبع يا سادة، هنالك العديد من الابتكارات الغريبة الأخرى من أجل تغيير مجرى الحرب مهما كلف الثمن.